حاجه في تسويه الملح حلوه قوي لما عملتها، وشفتها من كام يوم في قناه على الفيسبوك، قناه مطرقعه كده من القنوات اللي انا بحبها. ان هم عملوا ايه؟ جابوا الديك الرومي وحشوه فراخ وحشوا الفراخ حمام. اول ما شفت الفيديو ايه الجنان ده، بس حاجه تانية جوايا كده قالت لي طب ما تستني، ما تحكميش على الحاجه من دلوقتي، اصبري لما تشوفي في الاخر هتبقى عامله ازاي. وهو ده فعلا اللي عملته، استنيت لما شفت الفيديو الاخر. تسويق هو يعني الفيديو، صاحب الفيديو هو ما حطش ولا حتى ذره ملح ولا حط زبده، ده الزبده والملح والفلفل الاسود اللي انا هتبل بيهم النهارده عشان يديني بس كده حياء، مع ان الحياء اصلا بيجي من الملح، بتبقى طعمتها في منتهى الجمال. طيب قعدت اتفرجت للاخر قلت ايه ده، هو معقوله تسويه الحماميه زي تسويه الفرخه زي تسويه الديك الرومي؟ الله هو اكبر عليه اللي بياخد اصلا وقت جامد قوي في تسويته، وسبحان الله ما شاء الله. اتفرجت على الفيديو الاخر وكان عامل عزومه وناس كتير واولاده ومراته قاعدين واهله، وراح فاتح مكسر الملح زي ما احنا ما عملنا قبل كده في الفرخه، وراح فاتح الملح من عليه بدا ان هو يطلع من جوه الاول. طبعا الشكل بتاع الديك ده انتوا هتشوفوه بكره لما يستوي، بدا يطلع الاول الحماميه سليمه ما تهرتش بقى ولا دابت ولا الكلام ده كله، مطلع الفرخه، وهو بيطلع الفرخه بدا يطلع الدبوس وهو بيطلع عظم، الحاجه كلها دايبه، راح مدد ايده مطلع الفرخه والورك من فوق، مجرد هو محتاجش يعمل سكينه، والله ان شاء الله باذن الله هنعمل كده بكره، هو مجرد ما حط ايده على الصدر بتاع الرومي الصدر عمل كده، اللحم بتاع الصدر فتح لوحده كده، ما بقاش واقف قدامنا غير الهيكل بتاع الورك الرومي نفسه. فده اللي هنعمله النهارده. نونا هو انت اللي بتعمليه ده حد ممكن يعمله؟ وليه لا؟ ليه لا؟ ربنا يدي الناس كلها يا رب ويطعمهم خير. نونا انت مش حاسه بالناس ومش حاسه بالظروف وي وي والكلام ده كله. الناس ما بتاكلش؟ لا بتاكل. الناس ما بتعملش عزومات؟ ده الناس بتستلف علشان تعمل عزومات. لو انت خطيب بنتك واهله جايين عندك استعداد تبقي عامله جمعيه والجمعيه دي رايحه في مكان، وعندك استعداد ان انت تصرفي الجمعيه دي في عزومه علشان تشرفي بنتك قدام اهل خطيبها. بيحصل ولا ما بيحصلش؟ احنا كستات مصريين وكشعب مصري كريم قوي، كريم بدرجه غريبه، كريم بدرجه غريبه، ان ممكن الواحد يمنع حاجات كتير عنده في البيت وما يشتريهاش لكن يتشرف قدام الناس اللي هو عازمها. فمش شرط ان انا هعمله النهارده تعمليه، ممكن اللي انا هعمله النهارده تعمليه فرخه بس زي ما عملناه قبل كده، ممكن اللي انا هعمله النهارده تعمليه مع ديك رومي ساعه ليله راس السنه لو انت عندك عزومه. اخواتنا الاقباط لما بيجوا ساعه راس السنه بيبقوا صايمين وهيفطروا بيجيبوا اساسي ديك رومي عندهم، ومش كلهم برضو، مش هنقول ان الكل، ربنا يرزق الجميع يا رب، برضو ممكن يعملوا الفكره ديت لوحدها. طيب انت النهارده عامله حمام، هل ينفع ان انا اعمل حمام بنفس النظام؟ اه ينفع، هنتبله بملح وفلفل اسود مع الزبده، وبتبداي برضو ترصيه في صينيه وتلفيه ورق زبده وترجعي تحطي الحمام عليه، بيطلع لك دايب تطعيمه في منتهى الجمال، ما بتحسيش بطعم توابل ولا الكلام ده كله، انت بتحسي باللحم بتاع الحاجه وبس. طيب حلقتنا النهارده فيها كلام كتير عن ما يبقى فيها الشغل بتاعها سهل. طيب هعمل ايه او نجيب ازاي الديك الرومي؟ اشتري ازاي ديك رومي؟ لو انت رايحه للفرارجي وهتخليه يعمله، امسكي الديك الرومي في ايديكي وخليه يمسكهولك وطبلي او خبطي على الطبله على الصدر بتاعه، شوفيه مليان فاضي، ما هو ممكن وهو واقف يوزن لك 10-15 كيلو، يجي بعد ما يتذبح ويتنضف تلاقيه بقى عامل زي الفرخه الامهات صغيره، يا نهار ابيض الاسم ان انا جايبه بس ديك رومي والاقيه على الترابيزه ولا على الطبليه ولا على السفره عامل زي الفرخه الامهات، طب ما انا كنت وفرت الفلوس اللي دفعتها في حاجات اترمت ورحت اشتريت فرختين امهات كبير كده كبار كده وعملته. فنختار الديك الرومي ازاي؟ نمسكه وهو الفرارجي ماسكه في ايديه ونطبل نخبط على الصدر بتاعه نشوفه محمل فاضي معظم، كل ده نعرفه. نمسك الورك بتاع الديك الرومي وهو صاحي ونشوف ملحم ولا عظم، فدي ودي لازم يكونوا مليانين، الصدر والوراك لازم تكون ملحمه، يعني ايه ملحمه؟ يعني فيها لحم، ما تبقاش مجرد ما يتذبح خلاص اتصفط وما لقيتوش في حاجه. في ديك رومي ناس بتعملها وتلاقي الديك الرومي بعد ما استوى عامل زي العظمه كده، كاشش في نفسه كده وعظم،
بتاكل عظم، تيجي تفك الصدر كده تلاقي هو طلع منه حته قد كده ما تكفيش حتى نفرين. يا نهار ابيض على فلوس اللي اترمت في الارض. فعشان كده لازم ندور على الديك الرومي اللي يكون محمل كده زي ده. بسم الله ما شاء الله. طيب في ثلاث انواع من الديوك الرومي، مش هتكلم على جنسياتهم، لكن انا هتكلم على الانواع بتاعتهم. في نوع خفيف ونوع متوسط ونوع تقيل. النوع الخفيف اللي هو اصلا وهو واقف ما يكملش 7 8 كيلو، ده لما بيتذبح بيبقى عامل زي الفرخه الامهات ويمكن اقل كمان من الفرخه الامهات. تمام؟ النوع اللي هو المتوسط اللي هو وهو واقف من 12 ل 13 كيلو. من 12 ل 13 كيلو ده على ما يبدا ان هو يتذبح ويبدا ان انت تيجي تسويه بيديكي حوالي 8 9 كيلو. طيب في بقى اللي هو التقيل المحمل لحم، ده وهو واقف بيديكي من 18 ل 22 كيلو. من 18 ل 22 كيلو وهو واقف، تلاقيه بسم الله ما شاء الله كده مالي مركزه ونافش ريشه كده والله اكبر عليه عايز يتاكل وهو صاحي. ده بقى لما بيتذبح بيطلع كده صافي حوالي بنقول من 14 ل 16 كيلو، او ممكن يوصل ل 17 كمان. زي الديك الحلو الله اكبر اللي قدامنا ده، الصدر بتاعه ملحم، بصوا ما شاء الله الله اكبر عامل ازاي، بصوا الورك بتاعه عامل ازاي، بصوا الديك، تخيلوا ده اصلا بقى الله اكبر عليه وهو كده مذبوح ومتنضف، تخيلوا بقى ده وهو واقف كده ما شاء الله عليه كان عامل ازاي. فدي ثلاث انواع من الديك الرومي. عايزه بقى تروحي الاسواق الكبيره تشتريه جاهز برضو امسكيه وشوفيه. والافضل ان انت لو ليكي حد هناك او ان انت عارفه حد هناك قولي له الديك الرومي الطازه هتيجي امتى. ليه؟ علشان لما بيجي طازه تقدري تحطي ايديكي تلمسي اللحم تشوفي هو فيه لحمه قد ايه، لكن لو هو مجمد انت مش عارفه انت بتدوسي في ايه، كله تلج وكله مجمد مش عارفه انت بتجيبي ايه. يعني ده الله اكبر عليه الله اكبر عليه الله اكبر عليه انا جايباه امبارح من سوق كبير. تمام؟ وما صدقت ما شاء الله، هم طبعا اول ما رحت هناك عارفيني والكلام ده كله، ازيك يا شيف واخبارك ايه؟ قلت لها انا عايزه ديك رومي يكون كبير، عامله عزومه وعايزه ديك رومي يكون مليان لحم. قالت لي حالا، لسه واصل لنا حظك الحلو ان هو لسه واصل لنا وراح الدخله جايبهولي. الله اكبر عليه، خمسه وخميسه عليه بالشكل ده كده. فنخلي بالنا واحنا بنشتري عشان فلوسنا ما تترميش في الارض. طيب وجبت فرخايه وجبت جوز حمام وده اللي هنشتغل بيه النهارده. قبل ما ابدا اتبل ده هبدا ان انا اجهز الملح بتاعي. اجهزه ازاي؟ ان انا هجيب الملح هفضيه كله على الكوانتر قدامي كده وابدا ان انا انزل عليه الميه شويه شويه عشان اعرف الم الملح معايا ويبقى جاهز. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله. خلوا دايما يا جماعه ذكر ربنا والصلاه على النبي عليه افضل الصلاه والسلام في بقكم طول ما انتم شغالين في اي حاجه، حتى وانت بتروقي البيت. خلي دايما ذكر ربنا مالي لسانك علشان ربنا يكرمك في اللي بتعمليه. بصوا نبدا ان احنا نجهز الملح اللي احنا عايزينه علشان الوصفه بتاعتنا، عشان مجرد ما ابدا ان انا اتبل اروح واخده على طول. بالشكل ده كده. الرخامه طبعا عندي نظيفه، انت ممكن تعملي العامله ديت لو الرخامه بتاعه المطبخ عندك مش كبيره، ممكن تروحي جايبه طبق بلاستيك كبير من بتوع الغسيل وتبداي تعملي الملح فيه وتحضريه. طيب غسيل الديك الرومي وغسيل الفراخ وغسيل الحمام اللي انا عملته النهارده ده، انا لما جبت الديك حطيته في التلاجة من امبارح، الرف اللي تحت الفريزر على طول. تمام؟ ورجعت بعد كده لما جيت الصبح خليت احمد هنا في المطبخ، راح جايب طبق كبير حاطط فيه ميه وحاطط فيه شويه خل وحاطط فيه ملح وحاطط فيه سكر. تمام؟ وحط ايه عليه الميه وساب الديك فيه شويه سواء هو او الحمام او الفراخ، ونقعتهم حوالي هقول ايه يعني انا جايه هنا داخله القناه حوالي ايه 7:30 او 8 او داخله 8 لحد دلوقتي لحد قبل الهواء. وبعد كده اتصفى، بصوا كده الحمام الملح اما اعمل كده بيقفش معايا بالشكل ده.
كده انا عارفه ان هو مش عايز ميه تاني، عشان لو حطيت ميه تاني هلاقيه ان هو بيدوب، فانا عايزاه كده اه علشان لما احطه على الديك الرومي يبقى تمام وزي الفل. طيب هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هروح عامله كده وابدا ان انا اتبل الزبده اللي انا هتبل بيها الديك والفرخه والحمام. طيب بس في حاجه مهمه قبل ما اعمل ده كله، بصوا كده انا مش عايزه الديك والفراخ والحمام يبقى فيهم نقطه ميه، نقطه الميه انا مش عايزاها. خلوا بالكم من اللي انا بقوله وتشتغلوا في البيت زي ما انا شغاله كده، تشتغلوا بالراحه مفيش حد بيجري وراكم، مش مستعجلين، تحضروا حاجتكم كلها براحه كده علشان الحاجه تطلع معاكم مظبوطه. وارجع واقول ذكر ربنا دايما تقولوه وانتوا شغالين، والصلاه على النبي دايما تبقى في بقكم. بص انا بعمل ايه علشان الديك هيتلف جوه ورق الزبده ده كله. هبدا دلوقتي اعمل ايه؟ اروح جايبه حبه من المناديل الكتير كده، بص انا عملت قد ايه، وابدا ان انا ادخل جوه الديك علشان انشف اي نقطه ميه موجوده فيه. طبعا هو متنضف وتمام وزي الفل، واحنا بننشفه كده بصوا انا مش عايزه النقط، يعني مش عايزه الميه والبلل ده كله. بص يا جيمي كل لو هو ناشف ومتصفي كويس مش هيبقى فيه الميه دي اهي، انا عايزاه من جوه يبقى ناشف قوي. شفت الديك الرومي من بره ومن جوه خالص. يا جماعه مش شرط النهارده تعملوا اللي انا عاملاه. ايه هو اللي انا عاملاه؟ ان انتوا تعملوا الديك الرومي محشي فراخ ومحشي حمام، ممكن تعملوا الديك الرومي لوحده. فالطريقه اللي انا عاملاها النهارده دي وهي تسويه الملح دي بتبقى حلوه قوي قوي قوي. بصوا كده انا عملت ايه دلوقتي، يلا بينا ننزل المنيو بتاع التتبيله. زبده اهي يا دوب سايحه بس كده بدرجه حراره المطبخ عشان تبقى طريه في ايديا، شايفين المنظر. وحطيت عليها رشه ملح بسيطه مع فلفل اسود، ما تحطيش اكتر من كده، ولا تقولي بقى احط شويه بابريكا ولا شويه كاري ولا الكلام ده كله خالص. بص عامله زي البطاطس البوري اهي، وابدا ان انا اخد كده واعمل كده. بالشكل ده ومن جوه ومن بره ومن تحت الجلد والجناح وتمام وزي الفل. عشان تبقى مطعمه حلوه قوي، والزبده دي هتدي تطعيمه هايله هايله هايله. شايفين ما شاء الله عليه. من كل ناحيه كده بالزبده اللي متبلينها ملح وفلفل اسود بس، ما تحطيش اي حاجه تاني، عايزاكي تحسي بالتطعيمه بتاعه الديك نفسه، تحسي بتطعيمه اللحم نفسها بالشكل كده. بصوا بسم الله الله اكبر. طيب هاجي اعمل ايه دلوقتي؟ ادي الفرخه اهي، ده احنا ايه، يا ريتني كنت نشفت كله الاول. كده وراح ماسكه الفرخه وبرده نفس النظام من جوه، مش عايزه نقطه ميه، يعني صفي وعشان الامان نفس النظام كده. نعمل كده نلبس جوانتيات علشان ندهنها برضو زبده
ونحطها جوه الديك. وبعد ما بتتعمل ارجع بعد كده اعمل ايه، اروح حاطه جواها الحماميه. انا هاخد حماميه واحده بس مش الاتنين، هاخد واحده مش الاتنين. ماشي حاضر. بسم الله. حد قاعد دلوقتي انا سامعاكم تتفرجوا كده، يا نونا ده غلبه، ده ايه بقى، ده احنا هنقعد نعمل كل ده حتى لو هنعمل في فراخ؟ بس انا يوم ما عملتها في فراخ انا ما كنتش متوقعه ولا مستوعبه الطعم اللي احنا واصلين له، او التطعيمه نفسها عامله ازاي. بصوا كده هبدا اعمل كده نفس النظام، زبده من كل ناحيه، والزبده دي كل اللي فيها ملح وفلفل اسود بس. الناس اللي عندها عزومه ولسه محتاره تعمل ايه، مش شرط تعملي الحشوات اللي انا عاملاها دي، لا اعملي الديك الرومي لوحده، اعملي فرختين بنفس الطريقه كده هيطلعوا لك حاجه تحفه. تبلتها واروح مدخلاها. محمود ولا محمد؟ واروح عامله كده. قيصرية. عملت بالشكل ده كده بالمنظر ده، ادي الديك وادي الفرخ. ناقص ايه؟ ناقص الحمامية الجميلة دي. نفس النظام مغسولة. لا استنى، ولازم انشف. بصوا حتة التنشيف دي مهمة قوي قوي قوي. اقلب كده حالا. نفس النظام، زبده من جوه بالمنظر ده وكده اهو، ادي الفرخه واروح مدخله فيها الحماميه بالمنظر ده. الله اكبر علينا، شايفين؟ ادي الديك الرومي وادي الفرخه وادي الحماميه. ارجع بعد كده اعمل كده ونقفل بقى ورق زبده، وبعد كده نبدا نعمل الملح وحطه في الفرن. حطه في الفرن. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، هياخد بالظبط ان شاء الله باذن الله باذن الله 4 ساعات غاز او كهرباء، هياخد 4 ساعات. جيمي بيسالني الاسئله اللي ممكن حبايبنا يسالوا عليها، يعني من 4 ل5 ساعات بس. اهم حاجه مش كل شويه نروح فاتحين، هو مش هيتفتح عليه، ده في ملح فمش هيتفتح، ده هيبقى ماسك مع نفسه كده اهو، مفيش الكلام ده. الفرن عندك واطي، حطي 6 ساعات، ما عندناش اي مشكله. بسم الله. نعم، يلا بينا حالا نعمل كده، نلبس الكلوفز عشان ايديا متعوره فما تلتهبش من الملح. وهترجعوا تلاقوني بعمل ايه، بحط الملح على الديك من فوق ورق الزبد. الملح حطينا عليه ميه، ما حطيتش عليه اكتر من كده، ما حطيناش اكتر من كده. هبدا ان انا ابني. بصوا كده، يلا بينا يا جيم. هبني بالشكل ده كده لحد ما يبدا ان هو ايه، الورق ده كله او الديك ده كله يتغطى. فهنبدا ان احنا نعمله كده ونرجع من الفاصل تشوفوا شكله هيبقى عامل زي ما انتم شايفين كده. الله اكبر عليه، ربنا يحميه يا رب ويحفظه، وان شاء الله باذن الله نسويه وتشوفوه الصبح لما يستوي. عايز اقول لكم على حاجه انا عملتها في الفاصل. انا حطيت فويل على الديك، يعني فوق ورق الزبده انا رحت لافه بفويل قبل ما احط الملح عشان تبقوا عارفين، عشان لما نيجي نفتحه بكره وتلاقوا الفويل موجود، نونا ما عملتش كده امبارح، يبقى الديك ده يقعدوا بقى ايه، الدماغ تشتغل، دماغ شغاله ما بتنامش. يبقى الديك دوت غير اللي هي عملته، يبقى التاني باظ منها وراحت جابت ديك. صح يا محمود؟ شو ده اللي بيتقال؟
ربنا يكفينا الشر يا رب. فعشان تبقوا عارفين، احنا قبل ما احط الملح رحت احط عليه ورق فويل، وبعد كده رحت احط الملح زي ما حضراتكم شايفين كده، وان شاء الله بكره هنشوف التسويه بتاعته وهنفتحه قدامكم ان شاء الله باذن الله الصبح. في الطباخين رز مصري عادي ما بغسلوش لو هو معلب او لو هو اكياس، ولو هو مش اكياس وجايباه من عند العطار يا دوب شطفه بسيطه كده قبل ما اسقطه على طول. طيب مقادير الرز معانا على الشاشه، مقاديرنا بتقول ان احنا معانا ايه؟ 2 كيلو رز مصري، معايا كيس شعريه متحمر وكيس لسان عصفور متحمر. عايزه تحمري الاثنين مع بعض في حله واحده وبعد كده تنزلي عليهم الرز، ما عنديش اي مشكله. بصل مفروم، مكعبات مرقه، كوبايتين من صلصه الطماطم المعلبه، زبده وزيت، رشه جوزه الطيب وملح وفلفل اسود. اكتر من كده مش عايزه. حله عندي على النار وسايباها بتسخن، وادام سخنت قوي هحط الزيت الاول قبل ما احط الزبده، وعايزه حبه زيت وزبده كده محترمين علشان ان هما تبقى الرزايه طالعه مفلفله ما تبقاش ماسكه في بعضها. حطيت الزيت وادي الزبده بالشكل ده كده. طيب عندي شعريه وعندي لسان عصفور والاتنين متحمرين، بس عندي بصلايه وانا عايزه البصلايه دي ما تبقاش طريه وتديني ميه، فعلشان كده هنزل بيها هي اول حاجه يا دوب بس ان هي تاخد لون مش تتحمر. بسم الله. انا بقى بحب ريحه البصل تطلع مع التوابل بتاعتنا، يعني هعمل ايه؟ هروح حاطه ملح، وما تنسوش ان احنا عندنا مكعبات مرقه وممكن ما تحطوهاش لو انتوا ما بتحبوش المرقه. هحط حبه فلفل اسود بس حبه حلوين برضو كده، مكعبين المرقه اهم، وهحط جوزه الطيب، وهقلب ده كله مع بعضه علشان روايح البصل الحلوه تطلع بكل التوابل اللي انا حطيتها. زي ما انتوا شايفين النهارده التوابل بتاعتي ملح وفلفل اسود ورشه جوزه الطيب، ولما بتحبيش رشه جوزه الطيب ما تحطيهاش بالشكل ده كده. بعد ما تبدا ان هي يا دوب دبلت معايا وشمت الزبده والزيت كده اللي احنا حاطينهم وشربت التوابل الحلوه، بصوا المنظر، روايح الفلفل الاسود مع جوزه الطيب بدات تطلع، اعمل ايه؟ هنزل بالرز بالشعريه واللسان عصفور واخليهم يتشوحوا معاهم شويه. مش عايزه تحمريهم في زبده ولا زيت، ممكن تحطيهم في الفرن ويتحمروا عادي من غير اي مواد دهنيه خالص بالشكل ده كده، واقلب كله مع بعضه. الناس اللي ما دقتش رز الطباخين قبل كده هتبقى مستغربه الموضوع ومستغربه الفكره، يعني ايه احط لسان عصفور واحط شعريه واحط معاهم رز؟ جربوا وبعدين احكموا، ان شاء الله تجربوا في كوبايه رز واحده كده تمام وزي الفل. هرجع انزل بايه؟ هنزل بصلصه الطماطم الاول. طب ليه ما نزلناش بالرز الاول؟ لا، لو نزلت بالرز الاول وبعد كده نزلت بصلصه الطماطم هلاقي بعد كده ان رزايه محمره ورزايه لا فاتحه شويه، ممكن ان انا توزيعه الصلصه نفسها مع الرز ما تبقاش كويسه، فاحس ان في حته معجنه حته ما شربتش طماطم، فانا مش عايزه كده. فهعمل كده بوزع الصلصه كويس قوي مع الشعريه ومع لسان العصفور بالمنظر ده. العقد بتاع الرز انا سايباه بيغلي، يعني عاملاه في ميه كاتل وسايباه يغلي علشان لازم تكون ميه مغليه. بصوا شكل الشعريه مع لسان العصفور، بسم الله ما شاء الله. طيب انا عامله كام كوبايه رز؟ عاملين 10 كوبايات من الرز، نفس الكوبايه اللي انا معايره بيها الرز معايره بيها الشعريه ومعايره بيها اللسان عصفور، يعني مثلا كوبايتين لسان عصفور وكوبايتين شعريه، ادي 4 وهنا 10 يبقى ادي 14، يبقى انا هحط عليهم كام كوبايه ميه؟ 15 كوبايه ميه. 10 رز، 2 شعريه، 2 لسان عصفور، ادي كده 14. 14 هحط عليهم 15، يعني ازيد من العدد اللي انت عاملاه بكوبايه، ولازم تكون الميه بتغلي ما تبقاش من حنفيه. بسم الله. ناخد الرز كده نقلبه شويه مع اللسان عصفور والشعريه، وابدا احط العقد بتاعي الميه بتاعي. طبعا انا عارفه ان هو هيحتاج ملح فهحط له شويه ملح كمان، لكن كميه الفلفل الاسود اللي انا حطيتها تمام مع مكعبين المرقه وحلو قوي كده تمام.
الرز اتوزع كويس مع اللسان عصفور ومع الشعريه، وابدا ان انا بقى اظبط الملح كده وعقد الميه بتاعنا اهو. بسم الله، دول 15 كوبايه ميه. بسم الله، ننزل اللي في الجوانب ونقلب كويس عشان الملح يدوب، علشان ندوق العقد بتاع الملح ونشوف هو محتاج حاجه تاني ولا لا. نفكك كده، اي رز مع شعريه لسه مكتل مع صلصه يبقى تمام وزي الفل، عشان ما يبقاش ايه في حاجه كده. تمام قوي، الميه بتاعتنا مغليه على عين عاليه. بسم الله بسم الله، حاسه ان هو عايز حبه ملح صغيرين مش كتير، بس كده نغطي عليه بقى ونسيبه يستوي. واول ما تشرب الميه بتاعته يا اما انقله على عين اهدى شويه يا اما اوطيله النار على حسب ما حضرتك عايزه. طيب رز الطباخين دوت ليه بيعملوه او ليه يعني ليه اخترعوه؟ اولا بيدي كميه كتيره وبيرمي، يعني انت دلوقتي مثلا عايزه تعملي اكل واخر الشهر، وحتى لو مش في اخر الشهر عايزه تعملي اكل، لقيتي بتفتحي المطبخ عندك لقيتي هي كوبايه رز او كوبايتين، لقيتي عندك حبه شعريه على حبه لسان عصفور، طب اعمل ايه وانا مثلا عندي انا وجوزي واولادي اربع افراد او خمسه، هيعملوا لي ايه دول الكوبايتين الرز وانا مش عايزه انزل اشتري حاجه ومش معايا؟ من الاخر كده مش معايا اعمل ايه؟ هتروحي محمره لسان عصفور وتحمري الشعريه وتروحي ماسكه الرز حطاهم مع بعض مع بصلايه صغيره مع معلقه صلصه طماطم مع الملح والفلفل الاسود بتاعك، بقى عندك نوع من الرز هيرمي معاكي كميه، لان معروف ان الشعريه والرز ولسان عصفور بيرموا وبيزيدوا، فهيرمي معاكي كميه وهتاكلي صلصه في منتهى الجمال. جربي ان شاء الله حتى في كوبايه رز، لكن ما تحكميش على الحاجه من غير ما تجربي. تعالوا نشوف بقى دلوقتي نجمع حفلتنا، هنعمل كده ونقلبها على براق شويه. بسم الله، وادعوا ان اعمل وجبي يا مونجي يا هاني. بسم الله الرحمن الرحيم، صلي على رسول الله. نطفيها ازاي بقى؟ انا ولعتها، هطفيها ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الشو ده اوعوا 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 حد صغير يعمل، انا بقول اهو امكوا ابوكوا، بس انتوا ما تكونوش في البيت عشان تبقى ايه. اطفي ازاي يا مونجي؟ معرفش. طيب نطفي ازاي يا جماعه؟ هو هيهدى شويه براحته صح؟ طيب ممكن نكسر من هنا، بصوا بقى نبدا احنا نكسر كده. ما اسكت الله لك حسا يا جمل، هو هرب وساب البلاتوه. بصوا كده نبدا بقى نطلع الملح اللي احنا عملناه امبارح ده. بسم الله الرحمن الرحيم، تفتكروا هيطلع؟ انا سامعاك انت. تمام. طبعا انا زي زيكم، انا ما اعرفش الدنيا فيها ايه، ما نعرفش الديك جوه شكله عامل ازاي. لا احنا تمام جدا. ده كويس؟ نطمن على الديك. ازيك يا باشمهندس؟ بسم الله بسم الله، بنطلع اللحم الملح كده لا تقلق. اقول لك على حاجه نعملها، احنا ممكن نعمل ميه صح يا شباب؟ ميه امان بس خلاص، خدنا اللقطه ووريناهم في اسطنبول بيعملوا ايه. في اسطنبول على فكره، في اسطنبول ولا فين؟ بوراك فين؟ في تركيا؟
بس نكسر بقى كده ونشوف الباشا اللي جوه عامل ايه. اللهم صل على النبي. كنا عايزين حفاره من اللي بيحفروا على الدائري يطلع فوق الديك ويقعد يعمل كده. بص بص هو واقف قدامي عايز ايه، يولع يولع فيا. النبي تبسم. والله والله خير. بس كده. يا ترى الدنيا جوه عامله ايه؟ يا ترى طمني عليك. طيب اديني اشاره. بسم الله. كنا عايزين حد يصور الحدث. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إيه الروايح دي؟ إيه الروايح دي وإيه إيه إيه؟ الله أكبر. إيه يا جمال ده؟ صلى على النبي في قلبك كده. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. اللهم لك الحمد والشكر يا رب. اللهم لك الحمد والشكر يا رب. بس المنظر استحمى. بصوا بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. شايفين الشكل بتاع الديك عامل ازاي؟ في كان في ولد جوه ظاهر معاكم. كان في فرخه وحماميه ظاهرين معاكم. ممكن اشوف اللي جوه شكله ايه يا جمل؟ لا يعني انا عايزه اشوفه في الكاميرا. ألفه لك ألف كده. والله أنا عايزة أشوف اللي في الكاميرا. نلف كده. عايزة أقول لكم إن إحنا ما شاء الله اللهم بارك مش محتاجين سكينة علشان نقطعه كده. انا عشان اشيله من مكانه واحطه على الرز ده حوار تاني. بصوا بقى من غير سكينه يا جماعه، من غير سكينه. بسم الله الله اكبر. بصوا شايفين؟ الله اكبر علينا. لا الحماميه زمانها دابت اصلا. الحماميه زمانها دابت. الله هو اكبر. بصوا بصوا يا نهار ابيض. وجون وجون سخن يا اولاد الذين. الله هو اكبر علينا. تعالوا بقى نطلع فاصل. هنعمل ايه في الفاصل؟ هنجيب الرز بتاعنا الحلو ده ونحطه في صينيه كبيره، واحاول انا وفريق العمل حبايبي واخواتي وربنا يديمهم نعمه في حياتي. نفتح ايه؟ ما عشان ما بص اقول لك على حاجه. بص في فرخه الاول يا جدع. اوه بص عايزه اقول لكم ان الحمام. سكينه ايه ده؟ هو دايب دايب دايب. بص الحماميه بقى هو الصدر بتاعها اللي باين بس.
وادي الفرخه اهو الحمد لله لحقنا دبوسه. يعني بص الله اكبر.